شرحته في المحاضرة اللي فاتت الـ VSD كإكزامبل للـ Congenital Non-Cyanotic Heart Disease. هنشرح المرة دي Tetralogy of Fallot كإكزامبل للـ Cyanotic Congenital Heart Disease. Tetralogy of Fallot أو رباعي فالوت بيتكون من أربع أشياء. أول حاجة Large VSD. Large VSD مهمة جدا في الهيموديناميك بعد كده. نمرة 2 Right Ventricular Outlet Obstruction اللي هو البلمونري ستينوزس اللي ممكن يكون على كذا ليفل، ممكن يكون سب فالفولر، ممكن يكون فالفولر، ممكن يكون سوبرا فالفولر. وإن كان الموست كومن تايب أوف Right Ventricular Outlet Obstruction is Infundibular Obstruction تحت الفالف. نمرة 3 Overriding Aorta. الأورطة بتبقى راكبة فوق الانتر فنتريكولار سيبتم، تاخد فلو من الرايت فنتريكل وبالليفت فنتريكل في نفس الوقت. نمرة 4 رايت فنتريكولار هايبرتروفي. نيجي للتايبس اوف تترالوجي اوف فالو اللي احنا شرحناه في السلايد اللي فاتت، هي الكلاسيك فورم اوف تترالوجي اوف فالو. اكوردنج للديجري اوف بالمونري اوبستراكشن ممكن يبقى فيه another two types of tetralogy of Fallot. لو عندي severe or critical pulmonary stenosis وساعات يوصل للبلمونري اتريزيا، البلمونري يبقى مقفول خالص، ده extreme form of tetralogy of Fallot. This is an emergency. أو يبقى فيه mild pulmonary stenosis وده المايلد form، بنسميه بينك tetralogy of Fallot. يبقى أنا دلوقتي عندي three types of tetralogy of Fallot: classic form، الاكستريم فورم اللي فيه سيفير او كريتيكال بالمونري ستينوز او بالمونري اتريزيا، والمايلد فورم اللي فيه مايلد بالمونري ستينوز بنسميه بينك تترالوجي اوف فالو. دلوقتي هنقول الباثوفيسيولوجي اوف تترالوجي اوف فالو. الباثوفيسيولوجي بيعتمد على وجود الفينوس بلاد في الرايت سايد اوف ذا هارت. الفينوس بلاد المفروض ان هو بيدخل only in the pulmonary artery for oxygenation in the lung. هنا عشان انا عندي overriding aorta of VSD فsome of this venous blood بيدخل عندي في الاورطة اللي هو الدم الازرق ده اللي داخل عندي في systemic circulation والاورطة. طيب لما في دم unoxygenated اللي هو الازرق ده دخل عندي في الاورطة بيعمل ايه؟ بيقلل oxygen saturation، بيعمل هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي very good stimulant للبون مارو، يبتدي البوم مارو عشان يعمل كومبنساتوري ميكانيزم فور ذيس هايبوكسيا يبتدي يطلع ار بي سيز كتيره قوي، يعمل حاجه اسمها بوليسايسيميا، ينتج ار بي سيز كتير تعمل بوليسايسيميا. البوليسايسيميا دي مفيده علشان بتعمل بارشل كومبنسيشن فور ذيس هايبوكسيا، وفي نفس الوقت مضره لان البوليسايسيميا دي بتزود الفيسكوستي اوف ذا بلاد. الفيسكوستي اوف ذا بلاد لما بتزيد يحصل سلوينج اوف ذا ستريم اوف ذا بلاد فيحصل ثرومبوز. And this is one of the most dangerous complication of tetralogy of Fallot. وجود الثرومبوز. دلوقتي هنقول الكلينيكال بيكتشر لحالة تترالوجي اوف فالو. أول حاجة تيجي تشتكي بيها الأم في حالة تترالوجي اوف فالو إن الولد ده عنده سنترال ساينوس، الولد ده شفايفه زرقاء. طيب السنترال ساينوس ده بيظهر إمتى في حياة الطفل؟ بيظهر according to the type of tetralogy of Fallot. يعني انا لو عندي بينك فالو العيان اصلا بيبقى زي اي طفل طبيعي بينك وبيجيله attack of central sinus، يعني هو اصلا شفايفه مش زرقاء بيجيله attack، هي هتقول intermittent attack of central sinus. طب لو العيان ده classic فالو، classic فالو بيظهر central sinus عنده during the first month after PDE closure، يعني بيظهر بعد ما البي دي اي بتقفل. البي دي اي دايما بتقفل غالبا في اول شهر، بعد يوم اتنين، اسبوع اتنين، وات ايفر، بس هي البي دي اي دي بعد ما بتقفل بيظهر على السنترال سينوس. طب ليه؟ لان انا اصلا عندي بالمونري بلاد فلو قليل عشان انا عندي بالمونري ستينوزس، فالبي دي اي بتعمل بارشل كومبنسيشن للبالمونري بلاد فلو، يعني بتعوض النقص في البالمونري بلاد فلو عن طريق كميه البلاد اللي بتدخل عن طريقها للبلمونري ارتري. لما البي دي اي تقفل فالبلمونري بلاد فلو هيقل، الاكسجينيشن هيقل، يبتدي يظهر السنترال ساينوس. طيب في البلمونري اتريزيا بقى اللي هو الاكستريم فالو، امتى يظهر السنترال ساينوس؟ ات بيرث. يبقى السنترال ساينوس بيظهر في الاكستريم فالو ات بيرث، ساعه الولاده. اما بروح اخد الطفل ده في اوضه الولاده بستلمه عنده سنترال ساينوس. ليه؟
لان انا عندي اصلا البلمونري مقفول، في بلمونري اتريزيا ما بيدخلوش بلمونري بلاد فلو من عند الفالف خالص. طب البلمونري بلاد فلو بيعتمد على ايه هنا؟ بيعتمد على وجود البي دي اي فقط، كميه البلاد اللي داخله في البي دي اي هي الوحيده المسؤوله عن البلمونري بلاد فلو. طبعا الكميه قليله ما تساعدش لوحدها انها تعمل اكسجينيشن، فبيظهر سنتر ساينوز ادفيرس. And this is an emergency. نخلي بالنا البيبي ده لو انا ما حافظتش على البي دي اي بيتنت الولد دوت، البي دي اي لو قفلت البلمونري بلاد فلو هيقف والبيبي ده هيموت. And this is an emergency. فلازم اديله ادويه تحافظ على البي دي اي بيتنت لغايه ما انا اتدخل واعمل له شنط يعوض البلمونري بلاد فلو. تاني حاجه ممكن يشتكي منها البيبي ده البلو سبيل. ايه هي البلو سبيلز؟ اتاك اوف ديب ساينوس، يعني العيان ده فجاه الساينوس بتاعه ابتدي يغمق يزيد. ليه البلو سبيلز دي بتحصل؟ ليه هو اصلا ازرق عشان الميكانيزم بتاع تتراجع فالو؟ ليه بتحصل بلو سبيلز؟ الباث فيسيولوجي بتاع البلو سبيلز كريتيكال ديكريز ان ذا بالمونري بلاد فلو، ان البلمونري بلاد فلو حصل له كريتيكال ديكريز، قل بصوره شديده جدا. نتيجه لايه؟ نتيجه لحاجه من الاثنين، لا اما البلمونري فاسكولار ريزيستنس زادت، لا اما السيستميك فاسكولار ريزيستنس قلت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي عندي البلاد اللي موجود في الرايت فينتريكل قدامه سكتين، لا يدخل البلمونري ارتري لا يدخل الاورطه. طب هو هيدخل فين؟ دايما البلاد بيفضل السكه السالكه اللي ما فيهاش مقاومه كتير، يعني بيدخل في الجزء اللي فيه ذا ليست فاسكولار ريزيستنس، بيفضل الحته اللي الفاسكولار ريزيستنس بتاعتها قليله. طيب انا لو دلوقتي جيت زودت البلمونري فاسكولار ريزيستنس، حاجه جت زودت لي البلمونري فاسكولار ريزيستنس، الضغط او المقاومه اللي موجوده في البلمونري هتزيد، يجي بلاد يدخل البلمونري يلاقي المقاومه كبيره، يبقى البلاد كله بيبقى شيفت بناحيه الاورطه، وكميه صغيره جدا اللي هتدخل البلمونري عشان يحصل لها اكسجينيشن، فالهايبوكسيا بتزيد. طب ايه اللي يخلي البلمونري فاسكولار ريزيستنس يزيد؟ السمباثيك اكتيفيتي، اي حاجه تعمل سمباثيك اكتيفيشن بتعمل سبازم في الانفانديبولوم بتاع البلمونري، خلاص لان الانفانديبولوم ده فيه ماسل فايبر، يحصل له سبازم يحصل له كونتراكشن يقلل البلمونري بلاد فلو. زي ايه؟ زي الاكسرسايز، زي كراينج في الاطفال، لو انا بصحي البيبي ده بس اتغشمت عليه وانا بصحيه اتخض وانا بصحيه مثلا، ده ممكن يدخل في بلو سبيلز. اي بينفول كونديشن بديله انترا ماسكولار انجكشن ممكن يدخل مني في بلو سبيلز. ايه تاني؟ في حاجه برضو بتعمل سبازم في الانفانديبولوم بتاع البلمونري وتزود الفاسكولار ريزيستنس بتاعه، اللي هي هي الاسيدوز. طيب الموست كومن كوز اوف اسيدوز في الاطفال ايه؟ ديهايدريشن. يبقى انا اخاف جدا من الديهايدريشن في الاطفال بتوع التراجو فالو، لان ممكن يدخلوا بسهوله في البلو سبيلز. العيال ده يدخل في ديهيدريشن ليه؟ ما بيرضعش كويس والدنيا حر وبيعرق كتير، دخل في جاسترو انترايتس فوميتنج ودايريا، يروح داخل في ديهيدريشن يروح داخل في بلوسبيرز. يبقى اول ميكانيزم للكريتيكال ديكريز في البلمونري بلاد فلو اللي هو ايه؟ انكريز بلمونري فاسكولار ريزيستنس، وقلنا اسبابها كل دي اسباب بتعمل بلوسبيرز، او ديكريز في السيستميك فاسكولار ريزيستنس، يعني الضغط اللي موجود في الاورطة بيقل، يجي البلد يدخل يلاقي الضغط واقع يروح داخل كله شفت كله على الاورطة وكمية صغيرة اللي بتدخل البلمونري. ايه اللي يوقع الضغط في الاورطة او السيستميك فاسكولار ريزيستنس؟ نفس الكلام، الضغط قل عندي ديهيدريشن، الديهيدريشن برضو عشان عندي جاستروانترايتس عندي ان اديكويت فيدنج، ابص الاقي العيان ده داخل في ديهيدريشن، الضغط بتاعي وقع حصل بلو سبيلز، او بيرن لو حصل بيرن برضه بيحصل هايبوتنشن، او العيان ده خد اي دراجز فيها فازودايليتور، تعمل بريفرال فازودايليتور، بص الاقي ان حصل بريفرال فازودايليتيشن الضغط بتاعي وقع يحصل بلو سبيلز. النت ريزلت ان هيحصل كريتيكال ديكريز في البلمونري بلاد فلو ويحصل سيفير هايبوكسيا، ويبتدي يظهر كلينيكال بيكتشر اوف بلو سبيلز اللي هي عباره عن ايه؟ ديب رابيد ريسبيريشن، هيحصل ديبنينج للساينوز، العيان ده الزرقان بتاعه بيزيد، لو هو ازرق يبقى كحلي، سي ان اس هايبوكسيا تبتدي معايا بديستربت كونشس وكونفولجن، لو العيان ده ما اتعالجش يدخل في ديب كوما اند ذس از ان ايمرجنسي. يبقى عندي تو ايمرجنسي في الدرس، بالمونري اتريزيا وبلو سبيلز.
تالت حاجه يجي يشتكي منها العيان او انا بشوفها العيان، هي طبعا مش شكوى، هي ساين اكتر منها سيمتوم، السكواتنج بوزيشن. الطفل ده اول ما بيعمل مجهود يبتدي يزرق ويحصل له ديسني وما يعرفش ياخد نفسه. ربنا الهمه ان هو لما يلاقي نفسه مش عارف ياخد نفسه وزرقانه زايد كده بعد اكسرسايز مثلا او حاجه، ان هو ياخد البوزيشن ده اللي هو السكواتنج، اللي هو يقرفص السكواتنج بوزيشن. بعد ما بياخد السكواتنج بوزيشن بص تلاقيه الزرقان بتاعه بدا يهدى، نفسه بدا يهدى، وابتدى ايه الانهجام بتاعه يقل. طب ايه الميكانيزم بتاع التحسن بعد السكواتنج بوزيشن؟ الميكانيزم ان هو لما ارفص بالمنظر ده وعمل نفسه في السكواتنج بوزيشن حصل كينك في الفيمورال ارتري اللي موجود عند الهب. انا تنيت الفيمورال ارتري، لما انا بتني الفيمورال ارتري بزود الضغط فيه. الفيمورال ده تيزا برانش اوف ذا برانش اوف ذا اورت. لما انا زودت الضغط في الفيمورال ارتري بالتالي انا رفعت الضغط جوه الاورطه، زودت السيستميك فاسكولار ريزيستنس. لما زود السيستميك فاسكولار ريزيستنس البلاد يجي يدخل في الاورطه يلاقي الفاسكولار ريزيستنس بتاعه عالي، يحاول بقى يدخل في البلمونري ويزود البلمونري بلاد فلو، فيبتدي العيان يتحسن، الاكسجينيشن بتاعه يتحسن، نفسه يبتدي يهدى، الزرقان بتاعه يتحسن. اخر حاجه خالص ديسنيا، ديسنيا اون اكزيرشن مع اي مجهود يحصل ديسنيا، لان العيان ده عنده هايبوكسيا، فمع اي مجهود يبتدي يظهر الديسنيا والنهجه. طب ايه الساين اللي انا ممكن اشوفها في عيان تترالو جوفالو؟ اول حاجه ممكن اشوفها في عيان تترالو جوفالو اللي هو السنترال ساينوس، ان شفايف الطفل ده بتبقى زرقاء، السنترال ساينوس. ايه تاني ممكن اشوفه؟ جروس فيلير. جروس فيلير يعني انا لو انا شفت الوزن بتاع البيبي ده الويت بتاعه وانا باخد الشيت هلاقي الويت لازم يكون اقل من النورمال. الويت اقل من النورمال ليه؟ احنا قلنا عنده ديسنيا، الديسنيا دي غالبا انترفير ويز فيدينج. تاني حاجه هو عنده كرونيك هايبوكسيا، الهايبوكسيا دي بتخلي الجروس بتاعي بطيء فيحصل له جروس فيلير. هلاقي فيه بلو كلابينج زي ما احنا شايفين كده. بعد ما خلصنا الجنرال اكزامينيشن او الجنرال ساين اللي بنشوفها على البيبي هناخد اللوكال كاردياك اكزامينيشن. لوكال كاردياك اكزامينيشن اللي اشوفه في حاله تترالو جوفالو انسبكشن بركشن بالبيشن واسكالتيشن. في الانسبكشن ممكن الاقي او ما الاقيش بريكورديال بولش، هو غالبا ما بيبقاش فيه بريكورديال بولش لان انا ما عنديش كارديوميجالي فغالبا ما بلاقيش بريكورديال بولش. في بعض الحالات بيبقى فيه سيفير رايت فنتريكولار هايبرتروفي ممكن الاقي معاها بريكورديال بولش، بس غالبا انا ما بلاقيش بريكورديال بولش. في البالبيشن انا عندي رايت فنتريكولار هايبرتروفي يبقى ممكن احس بجاستريك بالسيشن، يبقى ممكن احس بجاستريك بالسيشن سببها الرايت فنتريكولار هايبرتروفي، يبقى في بجاستريك بالسيشن اوف رايت فنتريكل اورجن. ممكن برضو احس ستوليك ثريل في الليفت باراسترنال ايري. احنا قلنا قبل كده الثريل هو عباره عن ايه؟ بالبابول ميرمر. طب انا هحس هنا الميرمر بتاع ايه؟ بتاع البلمونري ستينوزس. يبقى ممكن احس الميرمر بتاع البلمونري ستينوزس في الليفت باراسترنال ايري. طب ليه ما بحسوش على البلمونري؟ ليه بحسه تحت شويه في الليفت ثيرد سبيس ما بحسوش في البلمونري ليفت سكند سبيس؟ لان انا عندي في التترالو جوفالو البلمونري ستينوزس بيبقى تحت مستوى الفالف انفانديبولر بلمونري ستينوزس. طب بيركشن لما اجي اعمل بيركشن بلاقيه نورمال ما الاقيش اي حاجه خالص. ماشي. الاوسكالتيشن اجي اعمل اوسكالتيشن، طبعا في الاوسكالتيشن لازم اعمل كومنت على فيرست هارت ساوند سكند هارت ساوند وعلى الميرمر. الفيرست هارت ساوند نورمال، الميترال والترايكاسبيد بتوعي كويسين في الفيرست هارت ساوند بيبقى نورمال. اجي على السكند هارت ساوند انا عندي بالمونري ستينوزس، فيبقى البالمونري كومبوننت بتاع السكند هارت ساوند بيروح، الاقي السكند هارت ساوند سنجل وويك على البالمونري اريا، يبقى سنجل لان انا فقدت البلمونري كومبوننت. السكند هارت ساوند بيتكون من الاورتك والبلمونري كومبوننت، انا كده فقدت البلمونري كومبوننت عشان بلمونري ستينوز بقى سنجل وويك. طب الميرمر هسمع ميرمر بتاع ايه؟ هو انا عندي ايه هنا ممكن يديني ميرمر؟ عندي في اس دي وعندي بلمونري ستينوز. اسمع بقى انهي ميرمر؟ اكشولي انا ما بسمعش الميرمر بتاع الفي اس دي. ليه؟ لو تفتكروا لما جيت اشرح تترالو جوفالو في الاول سلايد خالص
قلت اللارج في اس دي، ودي مهمه جدا. لما يحصل لارج في اس دي، موجود عندي لارج في اس دي، بيخلي فيه ايكوال بريشر بتوين ذا ليفت اند رايت فنتريكل. ادام عندي ايكوال بريشر، ما عنديش بريشر جريدينت، ما بيحصلش شنت اوف بلاد اكروس الفي اس دي، ما حصلش شنت اوف بلاد، يبقى انا مش هسمع الفي اس دي عشان هو لارج، عامل ايكوال بريشر بتوين ذا ليفت اند رايت فنتريكل. يبقى كل اللي هسمعه هنا هو البلمونري ستينوز، بيتسمع عن طريق ايه؟ في هيئه ايجكشن سيستوليك ميربر. يبقى انا هسمع في حته ترالوجي اوف فالو ويك سنجل سكند هارت ساوند with ejection systolic murmur على البلمونري اريا. نبتدي نقول الكومبليكيشن اوف حاله الترالوجي اوف فالو. خلي بالنا الكومبليكيشن اوف الترالوجي اوف فالو دايركتد معظمها للسي ان اس مش للهارت. طيب اول كومبليكيشن بتقابلني هي الثرومبوزس، ان يحصل ثرومبوزس. ثرومبوزس يحصل اني وير، بس بيهمني هنا الثرومبوز اللي يحصل في السي ان اس، السي ان اس انفاركشن. طيب ايه اللي يخلي العيان ده يجيله ثرومبوزس؟ انا شرحت في الهيموديناميك قبل كده ان بيحصل بوليسايسيميا دي لوحدها تعمل ثرومبوز. ممكن لو حصل ديهيدريشن ده يزود فرصه حضور الثرومبوز. يعني لو العيان ده جاله ديهيدريشن، فرصه ان هو يجيله ثرومبوز بتبقى عاليه جدا، يبقى الديهيدريشن في العيان ده خطر جدا. خلي بالنا الديهيدريشن ممكن يعمل ثرومبوز، ممكن يعمل ايه تاني خدناه؟ بلو سبيلز. يبقى دلوقتي اول حاجه ثرومبوز اند سي ان اس انفاركشن. نمره اتنين البرين ابسس، العيان ده ممكن يجيله برين ابسس. ليه يجيله برين ابسس؟ معروف ان فينس بلاد ده ممكن يحصل له كونتامينيشن بسهوله، ممكن ادي انترا فينس انجكشن وانا مش واخده احتياطات النظافه كويس، فيدخل شويه بكتيريا جوه في الفينس بلاد. طيب انا عندي رايت تو ليفت شانت، ان الكونتامينيتد بلاد ده هيدخل على طول على الاورطه، يروح جاي من الاورطه طالع للسيربرال سيركيوليشن، لو في شويه بكتيريا تبقى سيتلد في البرين ويحصل برين ابسس. تالت كومبليكيشن ممكن تحصل اللي هو السيربرال اسكيميا، مش اسكيميا بقى هو مكتوبه غلط، هايبوكسيا، كرونيك سيربرال هايبوكسيا. انا عندي هايبوكسيا لما بتطول مع الزمن كرونيك هايبوكسيا، يعني لو انا ما دخلتوش سيرجيكال كوركشن بدري في اول سنه بيحصل له كرونيك سيريبرال هايبوكسا، بيأثر على الاي كيو بتاع البيبي ده، يبقى الاي كيو ما بتبقاش نورمال، بيبقى اقل من زمايله في نفس السن. ده بيبقى ليتر اون مانيفيستد اس ايه؟ ديفيكالت سكول بيرفورمانس. بص تلاقي الطفل ده من الاطفال اللي هم مش شاطرين، عنده ليرنينج ديفيكالتي. رابع حاجه اير ديفيشنسي انيميا، العيان ده بيجي لهم انيميا. طب يجي لهم انيميا ليه؟ فيري فيري كومن يجي لهم انيميا. خلي بالنا يجي لهم انيميا مع ان انا قايله في الكومبنسات الميكانيزم ان في بولي سايسيميا، في فرق ان الار بي سي تبقى كتير، وفي فرق ان هو يكون عنده اير ديفيشنسي انيميا اللي هو الايرن كونتنت جوه الار بي سي ده يبقى قليل. بيحصل لي اير ديفيشنسي انيميا فيري فيري كومن ليه؟ الاير ديفيشنسي انيميا بيحصل لان انا عندي هاي ريكويرمنت للايرن. ازاي؟ دلوقتي عندي هايبر اكتف بون مارو، البون مارو شغال طول النهار طول النهار عشان يطلع ايه؟ يطلع ار بي سيز. طيب المصنع اللي شغال طول النهار ده عشان يطلع ار بي سيز محتاج ايه؟ محتاج مواد خام، منها الايرن عشان يصنع الار بي سيز. فالريكويرمنت بتاعي بيبقى مور ذان نورمال، هاي ريكويرمنت. خلاص؟ لو الانتاج بتاعي قليل هيبص تلاقي النت ريزلت ان هو حصل له اير ديفيشنسي يعني. عشان كده بهتم في الاطفال دولت ان انا ادي ايرن سبلمنت. اوكي؟ خلي بالنا خطوره الاير ديفيشنسي انيميا ان هي ممكن تعمل ثرومبوزس وممكن تعمل بلو سبيلز. يعني الناس اللي عندها اير ديفيشنسي انيميا في الحالات دي تدخل بسهوله في ثرومبوزس وفي نفس الوقت بتدخل في بلو سبيلز. طيب ايه تاني؟ جروس فيلير. احنا قبل كده قلنا ليه بيحصل جروس فيلير في حالات الترالوجي اوف فالو. اللي بنثبتها معانا الانفكتيف اندوكاردايتس. احنا قايلين الانفكتيف اندوكاردايتس ده انفلاميشن او انفكشن بيحصل على اي كونجينيتال او روماتيك هارت ديزيز. اخر حاجه خالص الهارت فيلر. نخلي بالنا الهارت فيلر فيري رير، يعني ما ينفعش اقول لك الكومبليكيشن فالو تقوم لي نمره واحد هارت فيلر، يبقى انت مش فاهم اصلا الميكانيزم. هارت فيلر اخر حاجه في الكومبليكيشن ممكن تحصل، رير جدا ان هو يحصل. ليه؟ انا ما عنديش اصلا هنا فوليوم اوفرلود، والبريشر اوفرلود قليل مش لدرجه ان هو يعمل هارت فيلير. رير جدا. طب لو حصل هارت فيلير افكر في اسبابه ايه؟ ممكن تبقى ايه؟
ممكن تبقى انيميك هارت فيلير. برافو، يبقى ممكن من السيفير انيميا يدخل مني في انيميك هارت فيلير، ممكن من الانفكتيف اندوكاردايتس. العيان ده جاله انفكتيف اندوكاردايتس، انفكتيف اندوكاردايتس وبيبقى معاها مايوكاردايتس ويحصل هارت فيلير. ايه تاني ممكن يعمل هارت فيلير؟ في سبيشال تايب اوف تترالوجي اوف فالو بيبقى فيه ابسنت بالمونري فالف، يعني البالمونري فالف نفسها مش موجوده، فالعيان ده هو عنده انفانديبولار ستينوزس تحت عامل له بالمونري ستينوزس وعنده ابسنت بالمونري فالف، فالبلد كمان اللي بيطلع في البالمونري بيحصل له ريجيرج، اللي ما عندوش فالف بيقفل بعد ما البلد بيطلع، فابسنت بالمونري فالف بيعمل كمان بالمونري ريجيرج، فبيعمل رايت فنتريكولو دايلاتيشن وفيلير. دي الكومبليكيشن بتاعت التترالوجي اوف فالو. نيجي بقى للانفستيجيشن اللي ممكن اعملها في حاله التترالوجي اوف فالو. لو تفتكروا الفي اس دي لما شرحناه قلنا ان هو معظمه ايمجينج الا بروتين ومش مهم. هنا بقى الوضع مختلف شويه. في حالات التراجع فالو اللاب مهم عندي، اللاب مهم مش عشان الدياجنوز، عشان الفولو اب وعشان الكومبليكيشن. يبقى اللاب مهم جدا معايا ان انا اعمل سي بي سي، سي بي سي مهمه عشان الانيميا ليها خطوره، لو في اير ديفيشنس انيميا لازم اعالجها، البوليسايسيميا اكتر من لازم ليها خطوره برضو انها تعمل ثرومبوزس ولازم اعالجها. يبقى لازم اتابع العيان ده بالسي بي سي بالهيموجلوبين ليفل والهيماتوكريت ليفل بتاعه عشان امنع الانيميا والبوليسايسيميا في نفس الوقت. طبعا لازم اعمل ايرن وفيرتين واير بايندنج كاباسيتي عشان اشخص اير ديفيشنسي انيميا. ممكن اعمل بلاد جاز واوكسجين ساتوريشن، ده بعمله امتى؟ لو العيان جاي لي ببلو سبيلز بس، انما مش كل ما يجي لي عيان تترجع فلو اروح اعمل له بلاد جاز واوكسجين ساتوريشن، لا، بلاد جاز بيتعمل في حالات البلو سبيلز بس. جاي لي عيان ببلو سبيلز بعمل له بلاد جاز عشان انا هصلح عليه بعد كده واستخدمه في التريت. طيب بعد كده انفستيجيشن ممكن اعملها ايه؟ الاربعه اللي احنا حافظينهم، اكس راي، اي سي جي، ايكو، اند كاردياك كاسترايزيشن. نيجي لاول انفستيجيشن بنعملها وهي الاكس راي شيست اند هارت. الاكس راي بتاع الترولوجي فالو از فيري كاركترستيك، نخلي بالنا عشان بتيجي في الامتحان كتير وليها اسم خاص بيها. الاكس راي بتاع الترولوجي فالو اسمها كورين سابو، كورين سابو اور بوت شيبد هارت، اللي هو الهارت اللي شبه البوت او شبه الجزمه، اللي هو بالمنظر ده. طيب المفروض اشرح كورين سابو ده عباره عن ايه. اول حاجه بلاقي في حاله التراجع فالو نارو بيز، البيز ده صغير، البيز ده بيبقى معمول بالبلمونري والاورتو، البيز ده بيبقى صغير عشان انا عندي بلمونري ستينوس، البلمونري ترانك بيبقى صغير والاورتا كمان مشفته ناحيه الرايت، ناحيه ايه؟ ناحيه البلمونري. فبص الاقي نارو بيز، اجي على الايبكس الاقي فيه الفيتد ايبكس، الاقي الزاويه اللي موجوده هنا بين الايبكس والديافراج زاويه حاده، ده معناه ان الايبكس دي معموله بالرايت فنتريكل بسبب الرايت فنتريكولار هايبرتروفي، يبقى الفيتد ايبكس بتاعت الرايت فنتريكولار هايبرتروفي. وفي نفس الوقت نيجي كده على البلمونري بلاد فلو، البلمونري بلاد فلو بيبقى اوليجيميك قليل، خلي بالنا شبه الصوره بتاعت ايه؟ شبه الصوره بتاعت البلمونري هايبرتنشن اللي احنا شفناها في الفي اس تي دي، اللنج سمرا اهي والبلمونري بلاد فلو يكاد يكون مش واضح. ده الاكس راي بتاع تترالوجي اوف فالو. الاي سي جي في حالات تترالوجي اوف فالو بيبين لنا حاجتين، رايت اكسس ديفيشن ورايت فنتريكولار هايبرتروفي، لان انا ما عنديش اي تشيمبر دايلاتيشن غير رايت فنتريكل في هايبرتروفي. ده هنشرحه بالتفصيل ازاي نشوف رايت فنتريكولار هايبرتروفي وازاي نعرف رايت اكسس ديفيشن لما نيجي نشرح محاضره الاي سي جي. تالت حاجه استخدمها في الدايجنوز هو الايكو، برضه هو الجولد ستاندرد اوف دايجنوزس اوف تترالوجي اوف فالو. ابص الاقي احنا قايلين قبل كده ان التشو بيبان ابيض، ده الديفكت بتاع الفي اس دي، يبقى انا شايفه دلوقتي في اس دي وده الاورطه. لو خلينا بالنا من الاورطه، الاورطه طالع منين؟ طالع من الرايت فنتريكل والرايت والليفت فنتريكل في نفس الوقت، اوفر رايدنج اورطه راكب فوق السبتم، ادي السبتم والاورطه راكبه
فوق السبتم. لما بنشوف المنظر ده في الايكو على طول بنشخص تترالوجي اوف فالوبي. كاردياك كاسترايزيشن برضو زي ما انا قلت في الفي اس دي يوجوالي نوت نيدد، يعني انا ما بحتاجش كاردياك كاس، كفايه عليا الايكو. الايكو بيشخص لي التراليجي اوف فالو. ممكن احتاج الكاردياك كاستر امتى؟ اف ذا ايكو از نوت كونكلوسيف، لو انا ما عرفتش اشخص بالايكو اطلب كاردياك كاس، وده غالبا ما بيحصلش. طيب نبتدي نشوف التريتمنت اوف تتراليجي اوف فالو. تريتمنت بيبقى عباره عن ميديكال وسيرجيكال. نبتدي بالميديكال. ميديكال عباره عن بروفلاكتيك وثيرابيوتيك زي ما انا شرحت في الفي اس دي. بروفلاكتيك اجينست ايه؟ حفظنا بقى اجينست افكتيف اندوكاردايتس. طب ثيرابيوتيك بعالج ايه هنا؟ بعالج الاير ديفيشنسي انيميا مثلا لو موجوده، ان انا بدي اير، دي مهمه جدا، دي كومبليكيشن. دايما التريتمنت بيبقى بيعالج الايه؟ كومبليكيشن. بعالج البلو سبيلز، وهنقول دلوقتي تريتمنت اوف بلو سبيلز لانها وان اوف ذا كومبليكيشن ومهمه جدا. لو الحاله بتاعتي اكستريم فالو اللي انا قلت عليها وان اوف ذا ايمرجنسي اللي هي بالمونري اتريزيا، لازم احافظ على البي دي اي بيتنت والا العيان هيموت. بدي العيان ده بروستاجلاندين اي 1 مايكروجرام بير كي جي بير مينيت، يعني دايما بدي اللي هو البروستاجلاندين انفيوجن. طول ما انا مديه انفيوجن طول ما البي دي اي بيتنت، لو وقفت الانفيوجن البي دي اي بتقفل. طبعا انا مش فور لايف هيفضل بالبروستاجلاندين انفيوجن، جاست بس لغايه ما انا ادخله العمليات واعمل له شنطه زي ما هنشوف بعد كده. نبتدي دلوقتي نقول التريتمنت اوف بلو سبيلز. خلي بالنا من البلو سبيلز، الجزء ده مهم جدا لانه ممكن يجي كشورت كويتشن اقول لك اكتب اللي تعرفه عن البلو سبيلز، اعرف البلو سبيلز، اقول الكلينيكال بيكتشر بتاعها، اقول الباثوفيسيولوجي بتاعها، اقول الكوزز بتاعتها، اقول الانفستيجيشن اللي ممكن اعملها في البلو سبيلز. انا لسه قايله دلوقتي ان انا ممكن اعمل ايه في البلو سبيلز انفستيجيشن. بنعمل بلاد جاز ونشوف الاكسجين ساتوريشن، في الاخر اكتب التريتمنت اللي احنا هنقوله دلوقتي. يبقى تريتمنت اوف بلو سبيلز خمس حاجات اللي احنا هنقولهم. اول حاجه احط البيبي ده في النيشست بوزيشن اللي هو السكواتنج بوزيشن، اخلي احطه طبعا على السرير، اخلي رجليه متنيين على بطنه. اللي بيعمل النيشست بوزيشن ده لا اما مامته لا اما الممرضه اللي معاه. يبقى بنحط البيبي في النيشست بوزيشن ليه؟ علشان النيشست بوزيشن ده هيعمل كينك للفيمورال، هيزود السيستميك فاسكولار ريزيستنس، ويبتدي يعمل ايه؟ يزود البلمونري بلاد فلو. بحطه على اكسجين. اكسجين هنا اهميته قليله لان اصلا سبب السنترال ساينوزس السيفير في البلو سبيلز ان انا عندي رايت تو ليفت شنت. بس مهما كان بنحط البيبي دوت على اكسجين عشان الاكسجين لوحده بيعمل فاز دايليتيشن في البلمونري، ممكن يزود لي البلمونري بلاد فلو. طيب ندي صوديوم بايكارب 2 مللي ايكويفالنت بير كي جي انترافينوس انفيوجن. خلي بالنا صوديوم بايكارب ما بيتاخدش دايركت انترافينوس، ده بيتاخد انفيوجن. اوكي 2 مللي ايكويفالنت، خلي بالنا برضو ان هو مللي ايكويفالنت مش مللي جرام. طب ليه بدي صوديوم بايكارب؟ لان انا عندي في حالات الهايبوكسيا ديت لازم بيبقى بيحصل some sort of acidosis، يعني الهايبوكسيا بتعمل اسيدوز، والاسيدوزس بيعمل سبازم في البلمونري فيقلل البلمونري بلاد فلو، بيعمل مور هايبوكسيا تعمل مور اسيدوز، وندخل بقى ايه في فيش سايكل. يبقى لازم اقطع السايكل ده وادي صوديوم بايكارب علشان اعالج الاسيدوز. بعد كده بدي مورفين، ودي من الحاجات القليله جدا او الحالات القليله اللي انا بدي فيها مورفين في البيدياتريك. بدي مورفين من 1/10 ل 2/10 مللي جرام بير كي جي انترافينوس او سبكوتينس. انا بفضل ادي انترافينوس عشان السبكوتينس ده بيبقى بينفول وممكن يزود البلو سبيرز. طب ايه دور المورفيا هنا؟ المورفيا تشتغل كاسيداتيف، بهدي البيبي عشان هو بيبقى ريتابل من السي ان اس هايبوكسيا، بتبقى جود انالجيسك ان البيبي ده بيبقى ان سيفير بين، هو عنده سيفير هايبوكسيا. سيفير هايبوكسيا دي بتعمل سيفير ماسل بين اول اوفر ذا بودي، بتعمل ممكن تعمل ترو انجينال بين، فانا بديله انالجيسك. في نفس الوقت بتعمل ريسبيراتوري ديبريشن، العيان ده بيبقى عنده ديسنيا دي رابيد ريسبيريشن، انا ببقى محتاجه ان حاجه تهدي الريسبيريشن بتاعه فبدي مورفيا تعمل ريسبيراتوري ديبريشن. في الاخر بدي بروبرانولول اللي هو نوع من انواع البيتا بلوكر 1/10 ل 2/10 مللي جرام بير كي جي انترافينوس. نخلي بالنا دايما الدراجز في اي امرجنسي لازم تتاخد انترافينوس، مفيش اورال ولا انتراماسكولار في الامرجنسي، انترافينوس اي امرجنسي لازم يبقى انترافينوس. طيب ايه دور البروبرانول هنا؟
بروبرانول ده بيتا بلوكر، بيقلل السمباثيتك اكتيفيتي او بيقفل السمباثيتك اكتيفيشن. احنا قايلين السمباثيتك اكتيفيتي بتعمل سبازم في البلمونري، فهو بيفك السبازم بتاع البلمونري. بعد كده بنعمل ايه؟ بنعالج الكوز. لازم اعالج الكوز، لو ما عالجتش الكوز بعد الحاجات دي كلها اللي عامله البلو سبيرز مش هينفع التريتمنت بتاع البلو سبيرز. يعني لو الكوز كان ديهيدريشن، العيان ده جاي لي ديهيدريتد او شوكد بالديهيدريشن، لازم ادي انترافينوس فلويد والا البلو سبيرز مش هتتحسن. بعد ما خلصنا الميديكال تريتمنت نيجي للسيرجيكال تريتمنت. برضه السيرجيكال تريتمنت زي ما اتعودنا بنقسمه بالياتيف اند كيوراتيف. نيجي على البالياتيف تريتمنت اوف تترالوجي اوف فالو. يعني ايه بالياتيف تريتمنت؟ يعني العيان ده الساتوريشن بتاعه قليل جدا، اقل من 75%، الهيماتوكريت بتاعه عالي اكتر من 60%، ولسه سنه ما جاش لسن الكوريكشن. احنا دايما بنعمل كوريكشن من 6 شهور لسنه، يكون وزنه سمح ان هو يدخل يعمل اوبن هارت سيرجري. اوكي، طيب سنه لسه صغير ما يسمحش ان هو يدخل كوريكتيف سيرجري، وفي نفس الوقت بيجي له ريكرنت بلو سبيرز كل شويه، كل يومين ثلاثه يجي لي ببلو سبيرز، الهيماتوكريت بتاعه عالي، الساتوريشن بتاعه قليل، ممكن يموت مني فجاه من البلو سبيرز من كتر البلو سبيرز اللي عنده. طب يبقى لازم انا اعمل اي بالياتيف تريتمنت تزود لي البلمونري بلاد فلو. هي المشكله عندي ان البلمونري بلاد فلو قليل، فانا لازم ازود البلمونري بلاد فلو. اول حاجه ان انا بعمل شنط، بعمل وصله بين الاورطه او برانش من الاورطه والبلمونري ارتري. المفروض انها بالمونري سيستميك شنط، حاجه كده زي سينثيتك بي دي اي، ان هي تزود البلمونري بلاد فلو عن طريق ان البلاد فلو يجي له من الاورطه يدخل البلمونري عشان الاكسجينيشن، فيزود البلاد فلو اللي بيحصل له اكسجينيشن في البلمونري فيقلل الهايبوكسيا. طيب احنا قلنا البالياتيف تريتمنت، بالياتيف تريتمنت ممكن يبقى عن طريق ان انا اعمل شنط او ان انا اوسع البلمونري، ان انا ادخل اعمل بلمونري دايلاتيشن، بالون بلمونري دايلاتيشن، ادخل بالقسطره، القسطره دي فيها بالون خلاص، البالون دي طبعا مش منفوخه، بمشي بيها لغايه ما اوصل للهارت واجي عند الحته الضيقه في البلمونري ارتري واروح نفخه البالون، اعمل بالون بلمونري دايلاتيشن. لما بنفخ البالون بعمل دايلاتيشن في البلمونري، بزود البلمونري بلس فلو، فقلل الهايبوكسيا نوعا ما. ده شكل البالونه وهي منفوخه عندي في القسطره. نتكلم دلوقتي على الكوركتيف سيرجري بتاع تترالوجي اوف فالو. امتى اعمل كوركتيف سيرجري؟ ابعت العيان يعمل كوركتيف سيرجري من سن 6 ل 12 شهر زي بتاعه الفي اس دي بالظبط. اكوردنج لايه؟ اكوردنج للسيفيريتي بتاع الليجن، هو سيفير اور مايلد بالمونري ستينوزس، الويت بتاع البيبي والفاسيليتي بتاع السنتر. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي سيفير بالمونري ستينوز ابعت العيان ده بدري ما استناش. لو عندي الويت بتاع البيبي صغير استنى عليه شويه، 7 شهور 8 شهور قبل ما يبقى جينينج ويت. اكوردنج للفاسيلتي بتاع السنتر، السنتر على قده ما يقدرش يشتغل الا على وزن معين، ابعت له البيبي وهو اكبر شويه 8 شهور 10 شهور 12 شهر. سنتر عالمي وبيشتغل على وزن قليل، ممكن ابعت له العيان وهو لسه 6 شهور. اوكي، فيبقى انا دلوقتي ببعت العيان من 6 ل 12 شهر عشان يعمل كوركشن. طب ليه بخلي العيان يعمل كوركشن في اول سنه؟ ليه مش بيبقى ثاني سنه ولا ثالث سنه ولا رابع سنه؟ ليه ما بستناش على العيان؟ علشان السي ان اس هايبوكسيا خدناه في الكومبليكيشن، لازم اصلحها بدري في اول سنه، والا هيحصل كرونيك انسلت من كرونيك سي ان اس هايبوكسيا، والعيان ده الاي كيو بتاعه بيتاثر فور ايفر. طيب العيان ده بيدخل العمليات يعمل ايه؟ يعمل كلوجر للفي اس دي، هيروح مخيط الفي اس دي، يخلي الاورطة يطلع من الليفت فنتريكل اونلي، وبعدين يعمل بالمونري دايلاتيشن ريليف رايت فنتريكولار اوتليت اوبستراكشن، يعمل بالمونري ارتري دايلاتيشن عشان يوسع البالمونري ويزود البالمونري بلاد فلو. طيب ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل افتر ذيس اوبريشن؟ ممكن يحصل اريزميا. ليه؟ لان انا بشتغل في الانتر فنتريكولار سيبتوم، انا عندي في اس دي بخيطها، الانتر فنتريكولار سيبتوم ده بعدي فيه ايه؟ باندل اوف هيس، فممكن يحصل بوست اوبرتيف اريزميا، ممكن يحصل رايت فنتريكولار ديسفانكشن، ممكن وانا بوسع البلمونري اخاف وما وسعوش بالقدر المطلوب، يحصل ريزيدوال بلمونري ستينوز، او يبقى قلبي جامد ووسعه بزياده، يحصل بلمونري ريجيرش. ودي الكومبليكيشن بتاعت الايه؟ الاوبريشن بتاعت الترالوجي اوف فالو.
احنا كده خلصنا درس التتراجع والفرق. السلايد دي بس هنقول شويه اسئله كده ترو اور فورس عشان نراجع احنا استوعبنا الدرس ولا لا. اول سؤال، الساينوس بتاع الكلاسيك تتراجع والفرق ابير ادبيرس ترو اور فورس؟ طبعا فولس. الساينوس بتاع الكلاسيك تترولوجي اوف فالو بيظهر في اول شهر بعد الكلوجر بتاع البي دي اي. مين اللي بيظهر ادبيرس؟ ترايكاسبيد اتريزيا اللي هو الاكستريم فورم. طيب تاني سؤال، الساينوس بتاع تترولوجي اوف فالو وورسن باي سكواتنج؟ لا طبعا فولس، ده بيتحسن بالسكواتنج. الميربر بتاع الفي اس دي اظهرت انت تترولوجي اوف فالو؟ نفتكر كده احنا قلنا بنسمعه. This false. ليه؟ لأن أنا عندي الـ VSD، أنا قلت كلمة كويسة قوي في الأول، قلت it is large VSD. Large VSD بتعمل equal pressure between the left and right ventricle، ما بيحصلش shunt of blood فما بسمعش الـ VSD. رابع حاجة، تترولوجي اوف فالو كيس سفر فروم ريكرنت شيست انفكشن، بيجي لهم ريكرنت شيست انفكشن كل شوية يقول لنا بنمونيا؟ No it is false. أنا هنا عندي decrease pulmonary blood flow، lung oligemia. اللنج مش غرقانه بلد ولا حاجه، فهيجي له شيست انفكشن منين؟ بالعكس بقى، ده لو جاي لي تترولوجي اوف فالو بريكرنت شيست انفكشن افكر في ايه؟ ايه الانفكشن اللي ما بيحبش البلد؟ تي بي. يعني لو جالي حاله فالو وكل شويه بيجي لي بريكرنت شيست انفكشن تيز نوت نورمال، بعمل له تيوبركلين تيست ليكون جاله تي بي. اي سي جي بتاع تترولوجي اوف فالو في رايت اكسس ديفيشن تيز ترو. اندوميستاسين، اندوميستاسين ده دراجز بيقفل البي دي اي. مي بي انديكيتد ان سيفير فورم اوف تترولوجي اوف فالو، يعني بدي الدراج ده في الاكستريم فالو؟ لا طبعا العكس، ده لازم احافظ على البي دي اي مفتوحه والا العيان يموت، بدي ايه؟ بروستاجلاندين. وكده يبقى خلصنا محاضره التترولوجي اوف فالو، شكرا ليكم.